عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد بأفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وتحننت وسلمت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مولانا مجيب الدعوات وولي الباقيات الصالحات وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجد بين أيدينا عبدك وابن عبديك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وضاعف له وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته واغفرها له. جازف اللهم في الحساب مجازفة ولا تناقش مناقشة واحشره مع من يتولاه ويحبه وابعده ممن يتبرى منه ويبغضه. اللهم اكتبه عندك في اعلى عليين واخلق على اهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين انك سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. اللهم جاف الأرض عن جنبيك أصغي إليك بروحه نقضيه من لدنك برهانا صل من رحمتك ما تصفي وحدته ووحشته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. والفاتحة.